كيفكم؟ الحمد لله. قالوا سكروا الباب وراكم بليز. بونجور. اهلا. كيف كانت رحلتكم؟ كثير حلوه. حلو. بدنا تلبسوا هول بليز. خاف من المي. هيدي الباخرة يلي كنتوا رايحين فيها كروز، يعني رايحين فيها رحلة، وقعت وقدرتوا انتوا هالستة تزمتوا بهيدي. اوكي تفضلوا على قلبها اذا بتريدوا. متفائلة كتير ليا، ما عرفت مش متفائلة. طيب انتو يا شباب ببحر بعيد كتير، انتو مش عم تلاقوا حدا، هاو هن اللي خلصوا من هالباخرة ومش عارفين توصلوا على المنظر، بضحكني مش عارفين توصلوا على هالشط. اوكي وحاسين انه الحاله يعني ما بتسوى، ضياع كامل، لهيك ما عم نشوف يابسه، ما عم نشوف ارض، ما عم نشوف شيء. اوكي برد شوي، خوف كتير. اوكي عتمت لا بعد ما عتمت، بعد ما عتمت بس بلش يعني. نتفي تسكوت، كل ما انا اقول حدا هيدا الحدا بده يعمل الايفال تبعه، لما يخلص بدكم تظهروا لابسين هول شوي، ترجعوا تفوتوا، لان انا قلكم مين الثاني حتى نحن نكون اعطينا. اوكي طيب رح اعطيكم بس 30 ثانيه، حطوا حالكم بالجو بليز، خلوا حالكم بالجو حتى لما تظهروا لبرا، خلوا حالكم بالجو، واللي بيخلص الايفال بده يرجع يفوت مع اصحابه. اوكي كلنا مع بعضنا على طول. مينا الباخرة بلشت تنفس، في ثلاثة بدون يظهروا، في اثنين بدون يبقوا معك. ليز اللي بيقول اسمه مينا لا يظهر يقعد برا بسرعة. مينا خلي بس اثنين معك، غادة وكنزة وليه. مينا حاول تلاقي الانقاذ. عدوا بالماي نزلكم. اوكي بلا مزح اذا بتريدوا. مينا ما عندك حل، استنجد. طاير يا طاير المينا، رايح يا هوا خبر قالينا، طاير يا هوا طاير المينا، رايح يا هوا خبر قالينا، قصة الهوا وتفتن علينا، اوعى يا هوا ما تخبر اهالينا. مرقة طيارة كفي وقف. طاير يا هوا طاير المينا، رايح يا هوا خبر اهالينا، طاير يا هوا طاير المينا، رايح
خبر علينا قصة الهوى وتفتن علينا وعياها خبر علينا. خلاص تفضلوا إذا بتريدوا، بس عيطلكم ترجعوا كلكم الستة لجوا. بالنسبة لإلي مين اليوم كان في غني أحلى؟ صوته كان مشنج، رقبته كلها مشنجة، هو مشنج، ما بعرف إذا لأنه تعبان، بس حتى الأداء ما عبر لي عن هو شو عم بحس وشو عم بفكر هو عم بغني. أنا كنت متوقعته يغني أحلى من هيك. لمينا اليوم؟ مينا اليوم عم بغني من نخيره، هي أول مرة هيك زيادة مبينة، بس في صوت في قوة وكل شيء، بس ما حسيته إنه في كاتاستروف بدأ، حسيته عم بيلولح للطيارة هيك، مثل كأنه واحد عم يتمشى على التراب وعم بشايف طيارة وعم بيلولح لها. مش زيادة اليوم. ما بعرف كيف خطرت بباله هاي الغنية بالذات، يعني طاير على المينا، يعني ما فهمت كيف خطرت بباله هالغنية بمطرح هو عم بينقي. بس مهم، صوت قوي أنا حسيت، بس ولما أنا طلبت منه يقوي كمان قوي بعد، بس مثل ما قالت ماري حسيت شوي اليوم نزال أكتر مرة، كأنه بالمرة مش مفكر بهالشي، يعني نحن عطيناهم الإيفال بس كأنه بالمرة مش مفكر فيه. صوته صار أقوى مينا واضح، وصار عم يغني أحسن، بس اليوم هيك حسيت أنه يعني كيف يكون أحسن، كيف يكون أحسن. هلا أنا في شغلة شوي استغربت فيها، إنه مينا اختار يترك معه الشباب، وما فهمت ليش ما صار في حديث، يعني ليش ما فهمت ليش دغري بس بلش بالغنى، مع إنه ما كان في أي معلومة بتقولون إنه ممنوع يحكوا، يعني كان بيقدر يحضرنا بالغنية إنه يي هاي الطيارة، هاي تنصرخ، هاي تنغني، يعني لقيت إنه هالأغنية هيك هبطت علينا مثل ما هنن، مثل ما عم بيهبط شو بعرفني، مثل الطيارة كأنه عم تهبط بالماء، ولكن ما حسيت أبداً بالسيتواسيون، يعني بالوضع يلي فسرتيلون إياه كلوديا. فبالتالي ما اقتنعت بالغنية، لأنه أساساً ما اقتنعت أبداً بأنه هنن عن جد خايفين، وأنه لحالهم، وأنه بالمأزق يلي حضرناهن. ما بعرف هلأ تشوف غير الطلاب إذا رح يكون في عندهم سرعة البديهة أنه يحسسونا تمثيلياً أكتر قبل ما يبلشوا يغنوا، مش تبين الغنية قطشة. فبالتالي ما اقتنعت. أنا حسيت اليوم في شوي تعب بالصوت، بس اللي ما حبيته هو وقت غير بالفوليوم، وقت قوى صوته، وقت قلنا له أنه في طيارة وبده يعمل إفور أكتر، فقد السيطرة على الصوت. هيدا اللي مش لازم تصير، مش يعني وقت منكون عم نغني بفوليوم معين، باور معين، ومنزيده منبطل مركزين على النوتات أو مننشز، هيدا شغلة لازم واحد يعمل عليها تركيز أكتر، لأنه لو شو ما كان الباور خفيف قوي وسط، بدنا دايما نحافظ على تركيزنا على النوتات. وحسيت شوي بخصوصي بالبداية تم مسكر وعم بغني.